يا جماعة إذا أحد عنده إجابة يعني يحتفظ فيها لنفسه عشان ما يصير فيه كلام بس. يلا أعطونا القرعة من جديد. وقف. مرحبا يا محمد الطوالة. طيب اللي بعده مو موجود محمد. يلا أعطونا اللي بعده. يلا وقف 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 وقف. هذا طلع مرة ثانية محمد طوالة. يلا عطونا للمرة الثانية القرعة. يلا لا بعد شوي لا تدقون علينا الحين بعد شوي. يلا وقف. مرحبا يا محمد بن ملحم. وقف. أوه ثلاث مرات يطلع اليوم. يلا وقف مرة ثانية محمد ملحم. وقف. يلا مرحبا يا فارس الحربي. يلا عفوا سم. يلا محمد بن ملحم. شباب محمد بندر فك الميوت. يلا محمد بندر خمسة. محمد ملحم فك الميوت ولا مشكلة في قلنا لا 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 يلا قلنا لا اخصم على حقين الشيكار. يلا محمد طوالة الشيكار جاهز؟ ايه جاهز. يلا اقتصاد تجارة ثقافة اعلام رياضة. اعطني ثقافة. ثقافة واعلام. السؤال في الثقافة والاعلام يقول هو اخر سؤال في هذا القسم. مقللين هالمرة اي خمسة 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 حاطين اليوم. لماذا يا بعد لماذا؟ يلا الثقافة والإعلام السؤال يقول ماذا تسمى الحالة التي يصاب فيها مرضى السكري بفقدان الوعي؟ الكوما الفوما التروما. ماذا تسمى الحالة التي يصاب فيها مرضى السكري بفقدان الوعي؟ الكوما الفوما التروما. الكوما الفوما التروما. معك اخر عشر ثواني محمد. الفوما الفوما اللي في النص. الفوما هي اجابه محمد الطوالة كانت للاسف خاطئه وهي الكوما. يلا اعطونا الاقفال. نعطي الفقر حقه. اعطنا 11. اصبر اصبر كاني سمعت ارجع قبل الاقفال. كاني ايش؟ ايش قلت؟ ايش؟ تنجح ايش؟ قلت نعطي الفقرة حقك. ايوه صح. يعني كاني صح. انت ايش دخلك انت؟ يلا صح. يا ابو سلطان سلطان هذا تصميم جاني انا وانت. يلا اعطينا الاقفال جماعة الخير. كم؟ عطني ها؟ 11 يحتوي على خصم 2000. افتحوا لنا اياه. ما شفناه، مش على الشاشة موجود. خصم 2000. شفتوه؟ بين ها؟ ايه. يلا خصم انا ما شفته، يلا خصم 2000 شافوه الشباب خلاص، وشافوه المشاهدين. يلا اعطونا سؤال محمد بن ملحم. ثقافة وإعلام. طبعا الثقافة والإعلام انتهى خلاص. ماذا يوجد لديك؟ بس خلونا نشوف الخيارات يا شباب. إذا قفل أي قفل ثقافة وإعلام خلاص. يلا عندك رياضة ولا اقتصاد تجارة يا محمد؟ عطني أبو عبد الله اقتصاد وتجارة. اقتصاد وتجارة. السؤال يقول برزقهم حسبنا الحساب. السؤال في الاقتصاد والتجارة محمد بن ملحم معك 30 ثانية و400 نقطة في حال جاوبت مع فتح الأقفال. السؤال يقول بلغت مبيعات أجهزة سامسونج ذروتها في عام 2015 2017 2022. حقر بقرك اللي عمي. بلغت مبيعات أجهزة سامسونج ذروتها في عام 2015 2017 2022.
يلا يقولوا لك شوف الشاشه الكنترول بسرعه عطني الاجابه. 2017 2017 العلم عند الله سبحانه. رمي يا محمد ملحم. حذفه حذفه كيف؟ 15 كانت الاجابه 2017 اجابه صحيحه. يلا عطنا الاقفال محمد ملحم معك الاقفال. سلطان كم تبني اختار؟ يلا محمد. لا انتبه من سلطان. يلا محمد سريع اللوحه على الشاشه. قفلوا ارجع هذا موجوده شباب عشان ما يعلق الجهاز ويصير فيه بلاك. لازم اذا جات الاقفال على طول تعطونا الاسم تعطونا الرقم. بصير بخير بقى. يلا الحين جاهز انت؟ خلنا نشوف. يلا عطونا الاقفال تفصيل. 17 كم؟ 17 كان فيه اسمح لشخص بالخروج 3 ساعات. من تسمح لمن؟ خويه يا جاوب صح. يلا جاوب صح. مهد الابن مسفر. كفو مهد الابن مسفر. لا ولو الحمايه كانت ذيب الغرم يطلع ابو مسفر. يلا تمشي الحين بدون فقره. يلا يا ابو مسفر قدي يا زحمه. عفوا. يلا ها قدي يا زحمه. يلا ايه بتروح كلها في قدية. عطونا سؤال فارس اقتصاد وتجارة او رياضة. والله يا ابو عبد الله الرياضة مالي فيها لكن اقتصاد وتجارة. يلا عطونا الاقتصاد والتجارة لفارس. السؤال لفارس معاك 3400 نقطة في حاجة وقت وفتح الاقفال. السؤال يقول تداول شباب بس نسمع السؤال ممكن؟ تداول شباب نسمع السؤال ممكن؟ يا شباب نسمع السؤال ممكن؟ تداول من أبرز البورصات وأسواق تداول الأسهم في دبي، الكويت، الرياض. اسم تداول. إيه لا الكويت لا دبي لا. أنا عارفه تداول فيه. تداول من أبرز البورصات وأسواق تداول الأسهم في دبي. عبد الله الصناديق فيها شيء زين. الكويت الرياض فيها كل شيء زين ان شاء الله. الرياض يلا سترك. يلا لك بهالامور انت في الاسهم. جربت كسبت والله. ها يعني تعرف انها بالرياض. نعم الاجابه صح. مبروك. يلا عطنا 5000 لا عواز ترد برشاشك ذا. يلا اعطونا الاقفال. 19 يحتوي على خصم 3000 يا فارس. منين منك ولا من ابى اقول لكم. ذكروني ابى اقول لكم معلومه بعد ما ننتهي من الفقره. زين يلا سؤالها شلون هذه؟ كيف؟ شلون نسوي سؤال؟ خلاص اخر الحلقه اختربت باليد. يلا اعطونا سؤال الحظ يا جماعه. والله ما خليك ابو بندر لحالك. سؤال الحظ يقول ما عليك. يلا شباب هذا سؤال الحظ بس عشان نركز. السؤال يقول شباب اذا احد رفع يده قبل اخلص الاختيارات ترى ما يمديني اكملها. يلا من هو مكتشف جدول الضرب؟ فيثاغورث، باسكال، اديسون. يلا فارس. فيثاغورث اعطونا اياه الاجابه صح. المبروك. استاهل يا ابو. كم صار الحين؟ 2000 2100 يا حيو. 2200 يا حيو. عندك 400 الجواب الصح. 400 والحين خذ 800 1200 صارت 1008 الخصم. دسكاون الان باقي 4 2-2 يا شباب القرعه 2-2. يلا باقي 5 اشخاص. ما الخط باقي 5 3 و2.